أهلا بكم من جديد. تسبب وضعية النوم الخاطئة آلاما في الظهر والرقبة وأوجاعا في الأكتاف وتزيد من الشخير وتسبب حرقة في المعدة. لذا فإيجاد وضعية النوم المناسبة لحالتك الصحية يساعد في الحد من آلامك ويحسن من صحتك. نطرح اليوم وضعية النوم الخاصة بكل حالة صحية قد تعاني منها لمساعدتك على الحصول على النوم الهانئ. وللمزيد ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور عادل الرجولة، استشاري علاج طبيعي للعمود الفقري والمفاصل. دكتور عادل صباح الخير. صباح النور. كل عام وانت بخير وحضرتك بخير. شكرا. عيدك اليوم. نعم. سلام. انت سالم؟ انا 25. خلاص. طيب دكتور عادل، بما انه انت من اهل البيت لابد ان يعني نتساءل سوية. صح. بانه هناك من يقول بأن المخدة ووضعية النوم مرتبطة بنوعية المخدة، ويجب أن تأخذ مقاس الكتف إذا تنام على جنب أو إذا تنام على ظهرك أو كذا. صح. لكن وقع الأمر في النوم، الإنسان يغط في نوم عميق 100%. وضعيته لا يعلمها ولا يعلم كيف ينام حتى. صح. كل هذه المقاسات هي نظرية. نظرية 100%. صح. طيب ما الذي نفعله؟ أنا واحد من الناس عندي هذه المشكلة، كل يوم تصحى بأصحى بألم. صح. الرقم. هلا خلينا نحكي أول شيء، أنا لخصت مشان اللي تكون سهلة للمشاهدين، لخصت كم نقطة كيف نختار الفرشة المناسبة. أول شيء إذا أشخاص عم تحضرنا هلا منا عم تصحى بألم بالمفاصل وفرشتها إلى أقل من 8 سنوات، ما في لزوم يغيروا الفرشة. لأنه عمر الفرشة تقريبا 8 سنوات. لازم تتغير. أكثر من هيك لازم تتغير، وأقل من هيك بتكون مناسبة. وفي موضوع كتير حساس على أساسه بيتم اختيار الفرشة، هو سعر الفرشة. فمشان هيك تقريبا الفرشة اللي هي الكينج سايز اللي هي التخت الكبير، سعر الفرشات المناسبة تقريبا 1500 دولار، يعني تقريبا 5000 درهم. أكتر من هيك بتكون صارت غالية، بس حتى نعطي فكرة للعالم شو المقبول شو السعر المناسب. أما التخت اللي هي لشخص واحد تقريبا 800 لـ1000 دولار، يعني تقريبا 3-4000 درهم. هذا السعر المناسب. ثالث شيء نوعية الفرشة. أكتر شيء متعارف عليه بالسوق هي الفوم اللي بتاخد شكل الجسم، أو اللي بسموها كويل اللي هي فيها رسورات. اللي هي فيها رسورات بالضبط. الفوم مريحة، الفوم اللي هي بتاخد شكل الجسم مريحة، ولكن مشكلتها أنها كتير طرية، فكتير بتاخد شكل الجسم، وهذا الشيء مرات غلط. لأنه لازم الفرشة تعطي دعم للعمود الفقري. يعني الشخص إذا مسطح على ظهره ما لازم تكون هيك الفرشة، لازم تعطي شوية دعم للعمود الفقري، تحافظ على هيدا الالتواء الطبيعي اللي بيكون بالعمود الفقري. هذه مشكلة بالفوم. مشكلة تانية انه بتعطي حرارة زيادة فبتشوب. الاختيار التاني هو الرسورات اللي هي تقليدية اللي أكثر العالم عندها إياها، كتير منيحة، شرط انه نختار الأساوي المناسبة للفرشة. وهيدي طبعا الأساوي هي شغلة كتير نسبية، اللي قاسي لألك طري لألي قاسي لألي، يعني ما في شيء محدد. ولكن لما بدنا نختار فرشة نشتريها، جربوا الفرشة، تسطحوا عليها وجربوها. لازم لما الشخص يتسطح على الفرشة ما تكون كتير طرية بشكل يحس حاله كأنه نايم بالهواء، ولا كتير قاسية يحس حاله كأنه إذا فاق من النوم حيقوم كأنه أكل قتلي. بس تكون عاطية. والله هيك. خليني أوضح فكرة، يعني دايما ما بنروح على الأسواق ونحاول نشوف الفرشة، في منها بيبقى طبي يقول لك طبي، وفي منها نص طبي، ويعني برافو عليكي. نروح لأي برافو عليكي. وحدة مروة، ما تصدقي أي شيء تجاري وإعلاني ابدا. لا يقول لك هذه طبيه، ولا يقولوا لك هذه مش طبيه، ولا يقول لك هذه غاليه وهذه رخيصه. بعالم المخدات والفرشات الاغلى ما يعني انه احسن. هذه كثير منيحه، الاغلى ما يعني انه احسن. وانك تشتري الشغله كمان اونلاين افضل من انك تشتريها من محلات تكون ارخص عاده. ما انت بتقول لازم نجربها قبل ما ناخذها، ننام عليها ونشوفها. بالضبط. بس في مرات بتكون مثلا شخص بيعرف انه انا هيدي النوع من الاساوي بيناسبني، بيكون مجربها قبل، بيكون لها عنده 8 سنوات خلص ومرتاح عليها، بس بده يجي يغيرها، بده يشتري نفس الكواليتي، نفس النوعيه، فممكن ساعتها يشتريها اونلاين. واذا بده يجربها بمحل، يجربها ما تكون لا كثير قاسيه ولا كثير طريه. عادل، لانه بقالنا 3 دقائق فقط، المخده كيف او هل حينما نضع شيء اسفل القدمين من الممكن ان ترتاح الرقبه؟ 100%. حارجيكم هلا حول كلمه بعد ريت. بس حارجيكم الاشخاص اللي بتنام على جنبها، هذه اشخاص عادتكم بتكون بتتقلب كثير بالليل. فافضل تكون فرشتها مايله للطراوي اكثر. الاشخاص اللي على ظهرها او على بطنها تكون شوي قاسيه، وحارجيكم افضل
واسوأ قوم ريح لك شوي، خذ لك غطة صغيرة. تصبحوا على خير. يلا وانتم على خير. ليش غطة صغيرة كبيرة؟ كبيرة؟ طيب. أفضل وضعيات طبعا للنوم هي الشخص اللي بيكون نايم مستلقي على ظهره، أنا هيك صح على الكاميرا؟ إيه أوكي، مستلقي الشخص على ظهره ومخدي تحت إجري، هذه أفضل وضعيات النوم. ليش؟ لأنه باختصار بتعطي دعم للرقبة، عضلات رقبة مرتاحة، بتعطي استقامة لمفاصل الجسم، ومخدي تحت الإجرين حتى نريح أسفل الظهر، هيدي الأفضل. رقم اثنين على الجنب، على الجنب لازم يكون في مخدي بين الإجرين. أوكي. ليش؟ لأنه هيك كمان الرقبة مرتاحة، وهيدي المخدي بين الإجرين بتخلي الظهر ما يبرم هيك، فبتكون بتعطي كمان استقامة لأسفل الظهر وللمفاصل. وأفضل لو كان في مخدي الواحد يريح كتفه عليها بهالطريقة حتى الكتف ما يكون نازل. يعني هذه أفضل طريقة للزوج بالضبط. أسوأ هي هاي، حتى أسوأ هي هاي، حتى تعمل مشاكل. آه. النوم على البطن غير مستحب؟ أو على الكتف يا دكتور؟ أول شيء ليك وضعية الرقبة، إذا أنت شايفها عادل مش سامعينك دكتور، بس تعدل. أوكي، وضع هيك منيح؟ إيه. وضعية الرقبة عادل، إذا أنت عامل هيك في ضغط على مفاصل، لا تنام يا دكتور عادل. شو عامل؟ خلص حاقعد. يلا. في ضغط على مفاصل الرقبة وفي تقوس بيصير بأسفل العمود الفقري، وهيدي أسوأ شيء للرقبة ولأسفل العمود الفقري. قبل كده قلت لي دكتور إنه غلط ننام على كتفنا كمان، إنه في ناس بتنام بالزبط. على الكتف. بالضبط، حاجيكم طريقة اللي بيناموا على كتفهم إنه يطلعوا شوي الكتف. طيب لا تسكر على الميكروفون. طيب. يلا. هيك منيح؟ أيوه. يعني فيك تنامي على كتفك هيك، لازم يكون الكتف طالع. مروة. برا. ما يكون شخص نايم هيك. كل الكتف طالع. يعني الكتف هيك. ليس على مقدمة الكتف ولكن على لوح الكتف. برافو عليك، شكرا لل عفوا. قاعد اترجم لك عربي، اللغه العربيه الرهيبه صراحه. طيب الان تفضل. شكرا. بدك تقعد ولا ترجع؟ انا بحب اتسطح صراحه. يلا خذ راحتك. هناك اسئله من المشاهدين على حسابنا على تويتر @صباحالعربيه، تحياتي لكم، صباح الخير، نشكركم على فتح الباب لتعليقاتنا. هل من طريقه للاستلقاء في النوم تاثير على العمود الفقري؟ طبعًا. وما هي احسن الاشكال؟ نعم، اي اكيد، نعم تكلمنا عليها. احسن الاشكال هي اللي ارجيناها، على الظهر او على الجنب، شرط لما تكون على الجنب مثل ما ارجينا، مخدي بين الاجرين، وافضل يكون في مخدي. هي المخدة الداعمة اللي تكون على شكل مقوس من الداخل ومن الخارج، لا مش المخدة هذه العادية اللي هي اللي هي توضع ما بين قدمين. الاسفنجة. لا لك هذه هيدي اشياء منيحة، ولكن انا الشغلة يعني انا ما بدي يعني هاجم حدا، بس ما تكون اشياء تجارية كثيرة، فيها تكون مخدة عادية وتحطها بين. انا قمعت من قبل راغدة، تفضلي. اعاني من الام الرجلين والركب، ما هو افضل علاج لهذا المرض واسبابه؟ وشكرا، صباحكم صحة وعافية بدون الم. ألم الرجلين والركب هو أفضل علاج حسب سبب الألم، ممكن يكون خشونة، ممكن يكون أربطة، بنصحها تستشير طبيب اللي يعمل لها فحص سريري لمعرفة التشخيص السليم سبب الألم. صباحكم الله بالخير. طبعا جدا أشكركم على هذا الموضوع المهم. لدي انزلاق، والآن الدكتور يقول لديك ضعف في ديسك الفقرة، فكيف أعالجه؟ حسب سببه، حسب عفوا درجته. في ديسكات كتير بسيطة، نكتفي ببعض التمارين للمريض، في أشياء بتكون أقوى بدنا علاج طبيعي إلى أن تصل للجراحة، ولكن بمراحل متقدمة. طيب صباح الخير، ما هو أحدث علاج طبيعي للانزلاق الغضروفي وتضيق قناة الحبل الشوكي؟ أوكي، ما بتخيل أنه قصدت تضيق قناة الحبل الشوكي، لأنه لما وصل الديسك أنه يضغط على الحبل الشوكي، هذه جراحة مستعجلة، ولكن أظن قصد على العصب. على العصب أفضل طريقة لها هي العلاج الطبيعي اليدوي وليس أجهزة. تقنيات بنعملها باليد حتى نريح شوي الضغط على العصب مع تمارين يمارسها المريض بالبيت. ممتاز. وأنا أقول لك أفضل طريقة، إلى أنه نقول لك عام وأنت بخير. تسلم لي، كلك ذوق. رح ننهي الفقرة، شكرا جزيلا للدكتور عادل الرجولة، استشاري عمود طبيعي وللعمود الفقري، علاج طبيعي للعمود الفقري والمفاصل. اليوم خربطنا.